With an infinite number of small steps, we could achieve 100% efficiency, but the process could take forever to complete. لأن عملية الglycolysis ما تصير مرة واحدة وتعطينا الريزلت كأنه فت explode أو فت explosive reaction، حيكون عندها عدة خطوات مرتبة، أوكي؟ كل خطوة حيكون بها مثلا release the molecules، فت interaction معينة بين عناصر وهكذا. لأنه عملية الglycolysis متكونة من several number of steps، الإفشنسي مالتها راح تكون 100% لأنه ال percentage of error حتكون أقل، أوكي؟ بما إنه هي خطوات حتاخذ وقت أكثر. Glycolysis approaches optimal efficiency. You have here the F0 F1 ATP synthesis. In this box, MDB هو A. The F0 is static component consisting of 1A and 2B subunits. The A subunit forms the proton channel and it's immobilized by the membrane. The B subunit is formed the peripheral stalk and are attached to both A subunit and F1 subunit. You have here in B subunit, it's on the peripheral, attached to the A subunit. The F0, this is the static component of F0. You have the F0 mobile component, consists of a ring of 10 C subunits. And here this is the mobile F0 component. Only one C subunit can form an ionic bond with the A. This اللي هاي مرتبطة بال A subunit اللي هي the proton channel. Bond with A subunit at a time. As you can see, in 10 C subunits is forming a circle. هاي السيركل حيكون بيها مثل الروتيشنال موفمنت، فمن راح تفتر كل سي سب يونت حترتبط ويا الاي سب يونت مره واحده وتكون لنا ايونيك بوند وياها. For each proton translocated, the ring rotates 1/10 of a turn as adjacent to the C sub unit and the ring bonds with the A sub unit. هسه راح نجي لل F1 static component. Consists of epsilon subunit اللي هي هاي. Plus a catalytic ring formed by a hexagon of alternating alpha and beta subunit. The alpha 3 and beta 3 ring is at the site of ATP synthesis and is immobilized by the epsilon subunit, which connects it to the B2 peripheral stalk of F0. Okay? عندك الستاتيك كومبوننت هو حيكون كمية ثابت مثل الـ F0 راح يتكون من هاي الـ Epsilon subunit اللي ممكن احنا نحسبها كقاعدة للـ Component كلها أصلاً. حيكون عندنا hexagon من Alpha subunit و Beta subunit. من اسمه hexagon يعني متكون من ست قطع، ثلاثة Alpha وثلاثة Beta. موقع الألفا رقم 3 أو بيتا رقم 3 of the ring is located at the ATP synthesis. حيكون موقعها وين تخليق مراكز تخليق الـ ATP.
بالإضافة إنه هاي الألفا 3 وبيتا 3 حتكون مرتبطة بالأبسلون سب يونت وحتكون إموبلايز ما بتتحرك أبد، وبنفس الوقت مرتبطة بالبي 2 سب يونت اللي هو هذا. بتشوف إنه هي أكو تو سب يونت أو بي، فأي 3 ألفا 3 وبيتا 3 حتكون ملتصقة التصاق تام بال B2 of the peripheral stalk of F node in the static state. The F1 mobile component consists of the subunit E and gamma, which form the central stalk that is firmly attached to C10 and F mount اللي هو هذا الراد وهذا الجسر. حيكون مرتبط بال C10 اللي قلناها بالF node بالموبل كومبوننت هي 10، فهي من راح تدور كل وحده من هاي C7 يونت حتقعد بموقع C10، وهذا الجزء مال جاما حيكون مرتبط به. بنفس الوقت حيكون مرتبط بال بهذا الجزء من الF node. As a proton translocation turns the C10 ring, the gamma subunit rotates the alpha 3 and beta 3 catalytic ring of F1. فهذا ال portion كله مرتبط ببعض. من C subunit راح يدور بحركة rotational، بما انه الجاما نوت من الاف 1 موبل كومبوننت مرتبطه بها بشكل مباشر، هم راح تدخل. بس شو هو اصلا مرتبط بهذا الجاما نوت؟ هو الهكسجون مال الاف 1 ستاتيك كومبوننت. فبهاي الحاله هم راح تدخل. اوكي، فاحنا يعني انه نقول الهكسجون مال الفا وبيتا هم ثابتين، هم ثابتين اي، يعني هم بحدهم ما راح تفور مثل السي. السي كل سب يونت راح تفور وحدها، بس الافضل ستاتيك كومبوننت هم مجرد متلاصقين مع بعض ومتلاصقين بالراد مال الجاما. فمن راد الجاما يفور او يدور بدوران السي سب يونت، ال hexagon structure ال ستة مالتها اللي هي 3 بيتا و 3 ألفا راح كلها تدور مع بعض. أوكي، فهذا ال apparatus كله من فوق من جوا حيدور باتجاه واحد، لكن شنو ال C sub units حتدور وحدة وحدة، ويكون دور ال sub unit الجاما راح تدور ومن خلالها الأفضل ستاتيك كومبوننت هم راح يدور. اوكي، جزء ال A وجزء ال B ثابتين، مجرد يعني شلون يقد يعني يسوون ستراكشر سبورت للأبراتس كله. هنا عندنا هو سينثيسيس، هاي البروسيس كلها الناتج مالتها سينثيسيس اوف اي تي بي، وراح ال اي تي بي سينثيسايز راح يطلع لنا بالماتريكس اوف whatever matrix مالتنا اللي راح يصير. ال ATP هو يبدي يعني يبدي بشكل ADP اللي هو adenosine diphosphate، تنضاف له molecule مال الفوسفيت ثالثة فيصير adenosine triphosphate اللي هو هذا اللي يسوي لنا الطاقة اللي احنا نستخدمها داخل. A rotary turn style mechanism of ATP synthesis. Proton flow into a half channel in the A subunit, the positive pole. The proton passed to C ring. إنه يبدي الproton تدخل منا من الA. Okay, from the positive side, positive pole. هاي الproton اللي راح يدخل لنا عن طريق الA subunit راح يتحرك إلى الC ring اللي قلنا هو أصلاً يدور in the electromagnetic dipole field set up by the two half channels. okay، فالآن يدخل منا بعدين يتجه للC
اللي هي الدور عن طريق electromagnetic dipole field. The protons complete one revolution with C-ring, يعني تكمل دورة واحدة ويا C-ring. ولما تخلص هاي الدورة ويا C-ring, the protons are passed back to alpha unit, enters second half channel and pass out into systole and matrix in the negative pole. يعني يدخل الآيون لل A subunit, ياخذ له فره بالC subunit بالنيجاتيف بول, ولما ما يخلص الفره مالته بالC subunit راح يرجع بالA subunit يطلع into the systole or the matrix in the negative pole. هذه نفس الرسم بس بطريقة يعني شوية dimensional أكثر. أوكي, هذا ال half channel ال A, هذا ال B, هذا ال hexagon مالتنا, هذا ال gamma اللي مرتبط بيهم, وهذا إحنا ما دا نشوف ال C كلش, بس حتى هذا اللي مثل ال disk اللي ديفور يعني, وهذا يمثل ال C. عندك هنا AD2 stator, وعندك C10 rotator هو السبونت مال C, هاي الليبيد لاير. هذا الجزء مال الليبيد لاير هو الاف نود, حيكون في هاي بوتنشال, والجزء خلينا نحسبه يعني انه من جاما اللي حوالين الابراتس بي لو بوتنشال. الفيجر 1 is the side view of F1 F nod ATP synthesis oriented with high potential side on top, showing the half channel in the stator A subunit C ring rotor of F node. هذه مال C10 of E coli and F1 complex within which the gamma subunit rotates to release three ATP molecules per cycle, adapted from a filling game with يعني هذا اسم المكان اللي يأخذ منه الصورة, بس يعني هو هذا كل الأبراتس مأخوذ من الإيكولاي. ATP synthesis, one ATP is made per 120 degree rotation. Protons fill the top half of the channel which has positive charge, اللي هو the blue side. The blue dot, protons pass into the C ring, the blue sides occupied, and so the positive charge wanted. The protons exit rapidly through the bottom half channel, the whole red, which has a negative charge when vacant. يعني the protons حتدخل بشحنة موجبة. تأخذ لها فرة بال C ring كل each C individual subunit, وبعدين تطلع من هذا ال output اللي هو كان هذا يعني هاي الجهة من ال A subunit. زين تطلع من هذا الجزء, من تطلع من هذا الجزء حتفرغ شحنتها, فرغ تطلع negative charge. This figure shows the top view of the C ring. هنا شفناها side view, هنا حنشوفها top view of the C ring. And the stator اللي هو الـ A subunit هذا of the F node showing a potential surface of a cross section perpendicular to the electric field emanating from the half channel اللي هي blue and red dots. هاي الأسهم تمثل الـ forces 2 to tensional field component. Okay, فهذا شكل الـ apparatus in general وأجزاء. هذا الـ side view, هذا الـ upper or top view. The electric field of an electric dipole. The field lines show the forces per unit charge acting on a positive charge introduced into the force field. Hence, الفيلد لاين اللي طالب منا السهم من الموجب يرجع يدخل بالسالب. اوكي,
مثل ما صار هنا انه دخلت البروتونز بشحنة موجبة وبعدين طلعت بشحنة سالبة. نفس الشيء هنا للفيلد لاينز الفورس راح تطلع بكل الاتجاهات طبعا، بس بشكل عام تطلع من البوزيتيف سايد ترجع تدخل للنيجاتيف سايد. The field lines are closer together where the field is strongest. يعني هنا المجال مال الفورس اقوى شيء، تشوف انه هو طالع من البوزيتيف تشارج دايركت يروح على النيجاتيف تشارج بدون ما ياخذ اي سبيس، فهذا الجزء الوسط الفورس هو اقوى شيء. بس مثلا عندك هذه اللي حتى التوب بارشل مالتها من الجراف اللي عندنا، هنا الفيلد كلش ضعيف وراح ياخذ مسافه اطول عن ما يوصل للنيجاتيف بارشل. انرجي ترانزدكشن، انرجي كان neither be created nor destroyed but it can change form transduction. اوكي يعني احنا بنقدر نخلق طاقه ولا طاقه يعني تنتهي او تخلص، بس ممكن تغير حالتها. In ATP synthesis, energy passes through the following form. هاي كل الخطوات راح تجي راح تتغير شكل الطاقة بها خلال عملية تخلية ال ATP. أول شيء حتكون الطاقة أول شيء بتاخذها هي chemical energy. Potential energy stored in covalent bonds in molecules like glucose. هاي الطاقة الكيميائية حتكون طاقة كاملة بالأواصر التساهمية بالمولكيولز نفسها بالذرات مثل ذرات الجلوكوز. Breaking these bonds release energy as mass equals E equals M C squared. اوكي هاي كان شكل من أشكال الطاقة. فأول طاقة حتكون عندنا chemical energy بشكل طاقة كاملة للعناصر التساهمية بين المولكيولز نفسها. بالخطوة الثانية من ATP synthesis راح تتكسر هاي الأواصر. متى تتكسر هاي الأواصر؟ هم راح يتحول بشكل الطاقة راح يتحول إلى ماس. بالخطوة الثالثة glycolysis وال TCA cycle stores this energy and the